اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله القاهر الوهاب لا إله إلا الله العظيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وسيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على نبينا وسيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا عفو عافنا واعف عنا ويا رحمن ارحمنا ويا غفار اغفر ذنوبنا يا تواب تب علينا يا سميع اسمع قالنا يا مجيب أجب دعوتنا يا كريم أكرمنا ولا تهنا يا ديان زدنا ولا تنقصنا يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة ويا رشيد هيئ لنا من أمرنا رشدا يا نور يا نور نور قلوبنا بالقرآن يا فتاح اشرح صدورنا بتلاوة القرآن يا نافع يا رافع انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، سمعنا وأطعنا غفرانك يا ربنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.